السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في كورس ديال ليكزام ناسيونال 2014 لابارتي اللي كتخص لا بوليتيك مونيتير. في هاد لابارتي هادي ديال لا بوليتيك مونيتير بغيتكم تتبعوا معايا مزيان، ولا كانت شي حاجة كتبرزتكم حيدوها. حقاش هاد لابارتي هادي في هاد ليكزام هذا واحد شوية طويلة وشوية معقدة، يعني كتبغي واحد شوية ديال التركيز. غادي ندوزو نشوفو في لابارتي شنو عطاونا اللي كتخص لا بوليتيك مونيتير في ليكزام ديال 2014. كاين في الدوكيمون نيميرو 5 كوم تيتخ على الدوكيمون هذا، قالنا البوليتيك مونيتير كو بو فير بنك المغرب فاس على كريز، يعني شنو يقدر يدير بنك المغرب في وجه هاد لا كريز هادي. التكست ديالنا عطاو لينا على هاد الشكل. هذا هو البارتي الاولى، مازال كاينه واحد البارتي اخرى. قالنا اترافير سي شوا دو بوليتيك بيدجيتير بريفي بور 2014 ليتا رونونس ا لوتي ا كور تيرم كونتر لي رالونتيسمون دو ليكونومي ماروكان اي كونتر لا ديغراداسيون دي زانديكاتور سوسيو. يعني اترافير لي شوا ديال لا بوليتيك بيدجيتير لي كانت دايره المغرب 2014، ليتا غونونس، يعني كيفاش كتغونونسي على شي حاجه، يعني كتابوندوني شي حاجه، صافي مابقاش خدامه بهذوك لي بوليتيك لي كيكونوا اكور تير، غادي تخدم بشي حاجه اللي من غير هاد لي بوليتيك هادو لي اكور تير. هاد لي بوليتيك هادو لي كي لوتيو كونتر الغالونتيسمون ديال ليكونومي، يعني الغالونتيسمون ديال النمو، يعني النمو الاقتصادي ولا غادي بواحد الوتيره ضعيفه شويه. اي كونتر لا ديغراداسيون دي زانديكاتور سوسيو، وضد هادوك يعني ضد التدهور ديال لي زانديكاتور سوسيو، يعني المؤشرات الاجتماعيه. فشنو غادي يدير بنك المغرب؟ بنك المغرب ريبريزونت اون التيرناتيف ا لا بوليتيك اتانتيس دو غوفرنمون. بنك المغرب يعني اقترح عليهم واحد البديل على هذيك لا بوليتيك ديال دير شي حاجه وتسنى النتيجه من بعد اللي كانت دايرها الغوفرنمون، يعني هاد لا بوليتيك اتانتيست اللي كان دايرها الغوفرنمون. بنك المغرب عطاهم واحد لالتيرناتيف. اون افي ا لانستار دو لا بي سي او، يعني لا بنك سنترال اوروبيه، اون بوليتيك مونيتير بلو ديناميك اي بلو انترفونسيونيست دو بنك المغرب بو ايدي لي زونتربريز اي لي ميناج ا بيسي لو كابل ديفيسيل دو لا ريغور. يعني قالك في الواقع و الا تبعنا هذيك لا بوليتيك اللي دايرها البنك سنترال اوروبيان، قالك لا بوليتيك مونيتير بلو ديناميزم، يعني نديرو واحد لا بوليتيك مونيتير يعني كتكون حيويه اكثر و بلو انترفونسيونيست، يعني وكتدخل اكثر في ليكونومي اللي غادي يديرها بنك المغرب باش انه يعاون لي زونتربريز، يعني يعاون الشركات ويعاون لي ميناج ويعاون حتى العائلات باش انهم يدوزوا هذه المرحله الصعبه هذه ديال الركود الاقتصادي. غادي ندوزو نشوفو لا بارتي الثانيه من هاد التكست هذا اللي هي هادي. قالوا لنا اون ريبونس او بلوكاج دي مارشي مونيتير اي ا لا ريسيسيون كازي مونديال سيرتين بانك سنترال اون بيسي ماسيفمون لور تو ديريكتور بارفوا جوسكا زيرو. يعني كلك باش يجاوبوا على هاد البلوكاج هذا، يعني باش يوقفوا في وجه هاد البلوكاج ديال المارشي مونيتير وهاد لا ريسيسيون، يعني هاد الركود الاقتصادي العالمي، فبعض لي بنك سنترال يعني بحال البنك المغرب عندنا حنا، بعض لي بنك سنترال نقصوا من الطو ديريكتور ديالهم بزاف. قالك في بعض الحالات وصل الطو ديريكتور حتى ل 0%، يعني الطو ديريكتور وصل زيرو، يعني هذوك لي بنك سنترال كيعطيو لي بنك ديالهم الفلوس بزيرو انتيري، يعني ما كيحسبوا عليهم حتى شي حاجه، كيعطيوهم الفلوس فاش غادي يبغيو يرجعوا لهم الفلوس غادي يرجعوا لهم قد ما غادي يزيدوهم عليهم حتى حاجه. لا اف او دي اللي هو لا بنك سنترال امريكان a ainsi maintenu son taux directeur entre 0 et 0,25 de peur de freiner l'économie. يعني قالك البنك الامريكي، يعني البنك سنترال امريكان، البنك المركزي الامريكي ولا اللي كيسموه البنك الفيدرالي، خلى الطو ديريكتور ديالو ما بين 0 و 0.25. علاش؟ حقاش خاف انه يفريني ليكونومي، يعني الا طلع الطو ديريكتور اكثر من 0.25 اش غادي يوقع لي كريدي؟ لي كريدي ما غاديش يبقاو يتعطاو بزاف، فاش ما غاديش يبقاو لي كريدي يتعطاو بزاف فغادي يفريني ليكونومي، يعني ما غاديش يبقاو يديروا الاستثمارات، ما غاديش يبقاو يديروا دي ريكروتمون، يعني غيتزاد عنده الشوماج، النمو الاقتصادي غادي ينقص، بزاف ديال المشاكل اللي غادي يوقعوا ليكونومي. داكشي علاش هما ناقصين من الطو ديريكتور ديالهم بزاف، يعني في البنك الفيدرالي الامريكي مخليه ما بين 0 و 0.25. عندنا لا بي سي او ا ايغالمون سويفي لي با دو سون هومولوغ امريكان اي ا بي سي سون تو ديريكتور بور لو فيكسي ا 1%. يعني قالك لا بي سي او لي هو لا بنك سنترال اوروبيان
تباع القرين ديالو الامريكي، يعني تباع لا بنك سنترال امريكا، ونقص من طو ديريكتور ديالو وخلاه في 1%. يعني طو ديريكتور في لا بنك سنترال اوروبيان 1%. La conséquence en est que le coût de l'argent au niveau de marché interbancaire est bas. يعني قال لك لا كونسيكونس ديال هذا الشيء اللي داروا، يعني في امريكان ما بين 0 و 0.25 وفي اوروبا 1%. يعني النتيجه ديالها ان الثمن ديال الفلوس، يعني لو كو دو لارجون او نيفو دو مارشي انتر بانكير، ولا ناقص، يعني ناقص بزاف الفلوس. يعني الفلوس فاش كنقولوا الفلوس يعني الثمن ديالها، الا عطيتك الفلوس بشحال غادي ترجعهم لي؟ هذاك هو اللي كنسموه لو كو دو لارجون انتر بانكير، ما بين الابناك بيان سور، ما بين البنك سنترال ولي بنك كوميرسيال. À l'instar de la BCE, yani la Banque Centrale Européenne, et la FED, yani la Banque Fédérale Américaine, la Banque Centrale Marocaine doit revoir rapidement à la baisse son principal taux directeur, qui demeure fixé à un niveau relativement élevé, pour stimuler la croissance au lieu de viser seulement la stabilité des prix. Taux directeur de 3% depuis mars 2012. يعني قال لك بنك المغرب لا بنك سنترال ماروكان خاصو حتى هو ينقص من لوطو ديريكتور. يعني قال لك هاد لوطو ديريكتور هذا عندنا حنا طالع بزاف، حقاش عندنا حنا كيساوي 3% من مارس ديال 2012. يعني من مارس ديال 2012 والطو ديريكتور جاي كيساوي 3% ما بدلوش، فحنا كنا دايرينو 3%. علاش؟ باش نبقاو محافظين على ستابيليتي دي بري، باش ما تكونش عندنا واحد الانفلاسيون. داكشي علاش حنا مطلعين من الطو ديريكتور ديالنا. فقالك خاص لا بنك سنترال ماروكان خاصو يتبع القرين ديالو اللي هو لا بنك سنترال اوروبيان ولا بنك فيدرال امريكا، يعني خاصو يخدم بحالهم، يدير بحالهم وينقص من الطو ديريكتور. Une diminution importante du taux directeur est de nature à baisser le taux d'intérêt à long terme et à donner un coup de fouet aux investissements et partant relancer la machine économique. Fait quelque chose de la diminution du taux directeur, يعني كتنقص من طو دانتيري ا لونغ تيرم، يعني كتنقص من نسبه الفائده على المدى البعيد. هذا الشيء ممكن انه يعطي واحد الدفعه مزيانه لي زانفيستيسمون، يعني يعطي واحد الدفعه مزيانه للاستثمارات، وانه يغولونسي لا ماشين ايكونوميك، يعني وانه يغولونسي ليكونومي، يعني الناعوره تعاود الدور عاوتاني، العجله ديال الاقتصاد تعاود الدور عاوتاني. فهذا هو النص اللي عطانا في الدوكيمون نيميرو 7. كنتمنى تكونوا فهمتوه مزيان، الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير باش نعاود نزيد نشرحها لكم. دابا غادي ندوز نشوف واحد البيتي طابلو اللي عطاونا هنا، اللي هو هذا. عطاونا فيه لي زاني، يعني 2006 2007 2008 2009 حتى 2012، وعطاونا فيه لي زافونس دو بنك المغرب. لي زافونس دو بنك المغرب هما الفلوس اللي كي انسيريهم في لا مارشي مونيتير، يعني اللي كيعطيهم لي بنك كوميرسيال. في 2006 كانت عندنا 0، يعني ما كانش كيدير دي زافونس. في 2007 عندنا 5، في 2008 عندنا 15، في 2009 عندنا 17، في 2010 نزلات عندنا ل 7، وفي 2011 طلعت ل 39، وفي 2012 عندنا 63. هذا هو الطابلو اللي عطاو لينا مع هذاك التكست الاول. السورس اللي جبنا منه هاد التكست وهاد الطابلو هذا هو عندنا لي زيكو ديال 9 حتى 27 ديسمبر 2013. تيكس ادابت، يعني ادابتو التيكس باش يجي مزيان مع هاد ليكزام هذا. دابا غادي ندوزو نشوفو شنو هما لي كيسيون اللي عطاو لينا اون ريلاسيون مع الدوكيمون نيميرو 7 هذا. قالوا لينا سيغ لا باز ديال الدوكيمون نيميرو 7، يعني غادي نبازيو على الدوكيمون اللي شفنا دابا نيميرو 7. قال لينا ا بريسيزي اون كونسيكونس دو لا بيس ايفونتويل دي طو ديريكتور دو بنك المغرب سيغ لو مارشي مونيتير، يعني حدد لينا نتيجه من النتائج ديال هذاك لابيس ايفونتيو ديال طو ديريكتور. يعني الا نقصنا من طو ديريكتور ديال الا بنك المغرب نقص لينا من طو ديريكتور، اشنو غادي يوقع للمارشي مونيتير؟ يعني عطينا واحد الكونسيكونس. بي قالوا لنا كومبليتي لي زانيكس، هاد لي زانيكس هادو اللي عندنا لانيكس الاولى ا بارتير دي زيكسبرسيون سويفون، يعني ستيمولاسيون دو لا دوموند جلوبال، وعندنا لانكوراجمون دي كريدي، وعندنا البيس دي طو دانتيري ودي كريدي كونسونتي او كليون. غادي نعمرو لانيكس اللي غادي نعطيكم دابا، يعني بهاد المصطلحات هادو. المصطلح الاول هو ستيمولاسيون دو لا دوموند جلوبال، الثاني هو لانكوراجمون دي كريدي، والثالث هو البيس دي طو دانتيري دي كريدي كونسونتي او كليون. لانيكس اللي عطاونا على هذا الشكل هذا، لانيكس الاولى قالوا لنا فيها لا بوليتيك اكسبونسيف او دو رولونس، تتبعها لا بيس دو طو ديريكتور،
يعني لا بغينا نديرو لا بوليتيك لا بغينا نديرو لا بوليتيك مونيتير اكسبونسيف او لا بوليتيك مونيتير دو رولونس، هما عندهم نفس غير جوج سميات ديال نفس المعنى. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو الباس دو طو ديريكتور. الباس دو طو ديريكتور شنو كيتبعو؟ كيتبعوه لي بانك سو ريفينونس ا مواندر كو، يعني لي بانك كيتفينونساو كياخدو الفلوس كتكون الفلوس رخيصه بزاف، يعني الطو ديريكتور كيكون ناقص. شنو غادي نديرو هنا؟ وشنو غادي نديرو هنا؟ شنو غادي نديرو؟ يعني شنو كيتبع هادوك لي بونك كيفاش كيتفينونساو ا مواندر كو؟ من هادوك المصطلحات اللي عطيتكم من قبل، يعني غادي تعمروا هاد لانيكس الاولى هادي، حاولوا تاخدوها عندكم باش تعمروا هاد لي 3 كاز اللي ناقصين. غادي ندوزو نشوفو لانيكس الثانيه اللي قالوا لنا فيها ابارتير دو دوكيمون 7، يعني تيكست ديال دوكيمون 7 غادي نعمروا هاد لانيكس هادي لانيكس نيميرو 2 اللي هي هادي. يعني لا بنك سنترال شنو لاكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير لي دار وشنو هو لوبجيكتيف فينال. البنك سنترال الاوروبيان يعني البي سي او لاكسيون لي دار ديال لا بوليتيك مونيتير وشنو هو لوبجيكتيف فينال اللي غادي يوصل ليه. الاف او تي يعني هو لا بنك فيدرال امريكا شنو هي لاكسيون دو بوليتيك مونيتير اللي غادي يدير وشنو هو لوبجيكتيف فينال. وبالنسبه للبنك المغرب نفس القضيه حتى هو، شنو هي لاكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير اللي غادي يدير وشنو هو لوبجيكتيف فينال. هادو هما لي كيسيون اللي عطاونا. غادي ندوزو دابا نشوفو لي ريبونس، فكنتمنى ديرو بوز وديرو شي محاوله باش تجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو بوحدكم. رجعوا لي زانيكس نقلوهم عندكم وحاولوا تعمروهم عاد باش من بعد دوزو شوفو الكوريجي. ففاش كديرو شي محاوله وكتسيميليو انكم ديجا في الامتحان، يعني كديرو بعض الاخطاء، فاش كنشوفو الكوريجي جميع فهادوك الاخطاء كنستدركوهم. فاش كنستدركو هادوك الاخطاء ان شاء الله في الامتحان ما غاديش تعاودوا ديروا نفس الاخطاء، وبالتالي غادي تجيبوا نقاط زوينه ومونسيون زوينه ان شاء الله. فكنتمنى تكونوا درتو بوز ودرتو شي محاوله باش تجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو. فغادي ندوزو نجاوبوا على الكيسيون الاول اللي هو ا، قالوا لنا فيه بريسيزي ان كونسيكونس دو لا بيس ايفونتويل دي طو ديريكتور دو بنك المغرب سور لو مارشي مونيتير. قالوا لنا ان كونسيكونس دو لا بيس ايفونتويل دي طو ديريكتور دو بنك المغرب. غادي نعطيكم ثلاثه ديال لي كونسيكونس، هما طالبين منكم غير وحده، يعني الا عطيتيهم غير وحده فالجواب ديالك غادي يكون صحيح. الاولى هي البوسيبل ديمينيسيون دي طو دانتيغي انتر بانكير، يعني هذاك الطو دانتيغي اللي غادي يحسبوه لي بنك ما بيناتهم، وما بين هذاك الطو دانتيغي اللي غادي يحسبوه لي بنك على لي كليون ديالهم. يعني فاش كينقص بنك المغرب من الطو ديريكتور ديالو تيتبعوه حتى لي بنك، حتى لي بنك كينقصوا من الطو دانتيغي انتر بانكير وكينقصوا من الطو دانتيغي اللي كيعطيو لي كليون ديالهم. عندنا الكونسيكونس الثانيه اللي هي ستيميلاسيون دي زيشانج دو ليكيديتي اونتر لي بانك، يعني كي لي زيشانج ديال ليكيديتي ما بين لي بانك، لي بانك كيوليو كيتبادلوا الفلوس ما بيناتهم كيبقاش في عندهم مشكل، يعني كنستيميليو هذيك لي زيشانج كندعموا هذوك لي زيشانج اللي كيديروهم لي بانك ما بيناتهم. عندنا عاوتاني بوسيبل بيس دو طو ديميسيون دي تيتر دو كريونس نيغوسيابل، يعني هذوك لي تي سي ان اللي هما لي تي سي ان هما لي تيتر دو كريونس نيغوسيابل لي زيفي دو كوميرس اي انسي دو سويت، كيولي الطو ديالهم حتى هو كيولي ناقص. حقاش فاش كنمشيو نديرو واحد لونكيسمون ديال واحد تي سي ان، فالبنك كيحسب علينا واحد الطو، هذاك الطو كينقص. يعني الا كان الطو ديريكتور ناقص حتى داك الطو ديال لونكيسمون ديال لي تي سي ان حتى هو كينقص. هادو هما لي كونسيكونس ديال لابيس ديال طو ديريكتور، الا عطيتيهم غير وحده من هادو فالجواب ديالك غادي يكون صحيح. غادي ندوزو دابا نعمرو لانيكس الاولى اللي قلنا ا بارتير دي زيكسبرسيون سويفونت اللي هي ستيميلاسيون ديال لا دوموند جلوبال ولانكوراجمون دي كريدي والباس دي طو دانتيري ديال لي كريدي كونسونتي او كليون. فعندنا لانيكس الاولى هي هادي، عطاونا فيها ديجا لا بوليتيك مونيتير اكسبانسيف او دو رونونس شنو كيتبعها. فكتبعها لا بيس دو طو ديريكتور، فاش كنقصو من طو ديريكتور شنو كيوقع؟ فكيكون عندنا واحد لي بنك سو ريفينونس ا مواندر كو، يعني لي بنك كياخدو الفلوس كيتغوفينونساو بثمن قليل، يعني بطو ديريكتور كيكون قليل. من بعد هاد الغوفينونسمون هادي ديال لي بنك فكيكون الباس دو طو دانتيري دي كليون كونسونتي، يعني فاش كناخدو حنا كبنك مثلا الا كنت انا كبنك خديت الفلوس رخاص من عند البنك سنترال فكنوزع دي كريدي اللي كيكونوا حتى هما رخاص. من بعدها كيكون واحد لونكوراجمون ديال لي كريدي، يعني كان اونكوراجيو لي كريدي، كان اونكوراجيو الشركات ولي ميناج باش انهم ياخذوا لي كريدي حقاش لي كريدي كيوليو رخاص. عندنا عاوتاني ستيميلاسيون دو لا دوموند جلوبال، ففاش لي ميناج ولي زونتربريز
كيديروا كياخذوا دي كريدي فكتزاد لا دوموند، يعني كتزاد لا كونسوماسيون. لي ميناج باش كيتعطاو دي كريدي دو كونسوماسيون مثلا، فكيوليو كيكونسوميو كثار، وكيديروا تيديروا كونسوماسيون كثار، وكيديروا واحد لا دوموند كثار. هذا هو لانكس رقم واحد. دابا غادي ندوزو نعمرو لانكس رقم جوج اللي هي على هذا الشكل. هذا عطاونا سو فورم دان طابلو، قالوا لنا فيها كاين بنك سنترال اوروبيان، كاين بنك فيدرال امريكان، وكاين بنك المغرب اللي هو البنك المركزي المغربي. فكم اكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير اللي غادي يديرها بنك سنترال اوروبيان اللي هي البيس دي تو ديريكتور توصل لواحد في المية باش يوصل لواحد لوبجيكتيف فينال اللي هو لا غولونس دو لا كروسونس ايكونوميك، يعني باش يدور العجله ديال الاقتصاد في اوروبا. البنك الفيدرالي الامريكي اللي وصل لاكسيون ديال لا بوليتيك مونيتير قال دار تو ديريكتور خلاه ما بين 0 وما بين 25%، يعني تو ديريكتور ديالو كيلعب في هاد لا ترونش هادي ما بين 0 و 25%. لوبجيكتيف فينال ديالو هو سيميلاسيون دو لا كروسونس ايكونوميك، بجوجهم تقريبا عندهم نفس المعنى. الاول هو لا غولونس، يعني كانت لا ريغور دابا غادي يديروا لا غولونس ايكونوميك، هذا ستيمولاسيون دو لا كروسونس، يعني كيستيمولي النمو الاقتصادي، باغي انه يطلع من النمو الاقتصادي. غادي ندوزو نشوفو دابا بنك المغرب شنو هي لاكسيون مونيتير اللي دار بنك المغرب. طو ديريكتور مانتوني ا 3% دوبوي 2012، يعني كوم اوبجيكتيف فينال شنو غادي يوقع. فهما كانوا باغيين لا ستابيليتي دي بري، يعني فاش كانوا مطلعين من طو ديريكتور ل 3% كوم اوبجيكتيف فينال ديال هاد الطو ديريكتور اللي طالع بزاف، فلا ستابيليتي دي بري، يعني باش نحيدو سو كون ابل لانفلاسيون اللي هي التضخم. فانا كيتسالا ليكز هاد الكوريجي ديالنا، فما تنساوش ماشي بالضروره تعطوهم اجوبه 100% بحال الاجوبه اللي وريتكم دابا، يكفي ان الاجوبه ديالكم تكون غاديه في نفس السياق وكتعني نفس المعنى باش المصحح يحسبها لكم صحيحه. كنتمنى هاد الكوريجي هادي يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عندكم شي استفسار ولا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. ما تنساوش باش تشجعوني ديروا ابوني جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم فيديو الماجي ان شاء الله. السلام عليكم.